السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر تلت إعدادي الوحدة الرابعة من الدرس الأول للرابع من صفحة 203 ل 227. انتظرونا. صفحة 203 واحد A و A not is a place هو مكان for looking after للعناية ب orphan children الأطفال الأيتام اللي هي دار الأيتام orphanage. صفحة 204 2 و A نحن نضيف نقط at the end of في نهاية كلمة head يعني رأس to mean بين عشان تعني ألم in the head في الرأس نضيف لها ache شبه معناها ايه صداع. رقم 3 he proved that he was sensitive هو أثبت ان هو ايه حساس. we use the prefix نستخدم البادئة نقط to give the opposite عشان نعطي العكس opposite meaning المعنى العكسي لكلمة sensitive يعني حساس نضيف لها ايه في الأول إن بقى متبلد الشعور insensitive. أربعة I think our team أعتقد إن فريقنا will win the match هيفوز بالمباراة. win ديت يفوز is the antonym هي المضاد لكلمة إيه يخسر lose. خمسة my daughter is good at painting ابنتي جيدة في الإيه في التلوين في الرسم. She always wins art دايما بتفوز بإيه art إيه art competitions مسابقات الرسم. ستة in summer في الصيف I really enjoy أنا إيه فعلا بستمتع بإيه نقط in the sea في البحر بستمتع بسنوركلينج الغطس إيه تحت الماء باستخدام أنبوب. سبعة my wife and I زوجتي وأنا have lived عشنا في الشقة ديت since our منذ our إيه بقى our marriage منذ زواجنا. 8 today اليوم all students in my class كل الطلاب اللي في الفصل بتاعي are talking about their not online بيتكلموا عن ايه online بيتكلموا عن تجاربهم الحياتية experiences. 9 I slept in a و a نمت في ايه نقط when I was in سيوة لما كنت في واحد سيوة يعني last month الشهر الماضي نمت في ايه خيمة tent. 10 نقط means تعني to swim using equipment انك تعوم باستخدام ايه معدة that allows you تسمح لك to breathe انك تتنفس while your face بينما وجهك is under the water تحت المية يعني ايه ده تعريف ايه بقى snorkel يغطس باستخدام انبوب. 11 آن وبعدين نقط is something شيء ما that happens to you يحدث لك in your life في حياتك اللي هي تجربة حياتية experience. 12 we add ESE لكلمة China الصين to make it عشان نخليها an adjective صفة Chinese يعني صيني. صفحة 205 13 اللي يهمنا هنا في جملة اللي يهمنا ذا سينونيم المرادف لكلمة different يعني ايه يعني مختلف هتبقى الإجابة unlike. 14 نفس الكلام في جملة اللي يهمنا ذا انتونيم المضاد لكلمة fewer يعني ايه أقل للإيه للعدد هتبقى أكثر more. 15 ذا انتونيم المضاد لكلمة different يعني ايه يعني مختلف هتبقى الإجابة ايه سيم نفس الشيء ديت هي ايه العكس عكس بعض. رقم 16 I have a difficult problem انا عندي مشكلة صعبة كلمة difficult ديت يعني صعب means تعني ايه في الجملة ديت يعني المشكلة دي خطيرة serious اصل نيو جديد ودي واضح ودي سهل مينفعوش. 17 I enjoy watching انا استمتع بمشاهدة نقط فيلمز الافلام ايه they are related to history مرتبطة بالتاريخ يبقى الأفلام التاريخية historical. 18 when we go shopping عندما نذهب لتسوق لنتسوق we must make a note of things لابد ان احنا نعمل ايه نعمل قائمة بالأشياء اللي احنا ايه عايزينها هتبقى الإجابة list قائمة. 19 he didn't go to school yesterday مرحش المدرسة أمس since he was ill هنا since معناها لأن لأنه كان مريض that means يبقى because لأن because he was ill لأنه كان مريض.
20. ياسر always travels by air. ياسر دايما بيسافر ايه؟ جوا يعني بالطيارة. he likes traveling by plane. دي سهلة، بالطائرة. 21. we are going from Cairo to Luxor. احنا رايحين من القاهرة الى لوكسور. معنى كده ان لوكسور our ايه؟ destination، يعني ايه؟ مكان الوصول اللي احنا رايحين له. 22. he is not single. هو ليس اعزب، لكن هو ايه؟ he is married، متزوج. 23. mom makes the food. ماما بتعمل لنا ايه؟ الطعام. نقط us لنا يبقى for us، انه لذيذ. 24. I am waiting for the train. انا منتظر القطار. for not half an hour، نص ساعة. بقالي ايه؟ حوالي نص ساعة. about. 25. she is going to not married. مع married بنجيب ايه؟ get. هي سوف تتزوج في الربيع. صفحة 207، ودي الصفحة اللي بالعرض، فاحنا ايه عملنا الاجابات بتاعتها عشان اللي عايز يعرفها. بقى في هنا شرح وبعدين تطبيق ايه في الجزء ده. انا واحد هتبقى yes of course. نحل الاول قبل ما نشوف الاجابات. 2. have you played a musical instrument before. 3. yes I have. 4. where did you sleep in a tent. 5. yes I do. محادثة تانية. 1. I have lived in my city for 10 years. بقى لي 10 سنوات عايش في المدينة بتاعتي. طبعا انت ممكن تكتب اجابات تانية تكون مناسبة للمعنى. 2. yes I have. 3. where did you travel. 4. why did you travel there. لماذا سافرت هناك. 5. yes I did. صفحة 211، دي اسئلة ايه القواعد لازم نذاكر الاول المضارع التام قبل ما نحل الاسئلة دي. نقول سبب الإجابات. 1. هنا have هتبقى has، لأن الفعل هنية مفرد غائب ياخد has. 2. في هنا haven't، يجي بعدها تصريف تالت من eating هتبقى eaten. 3. نفس الكلام have يجي معاها تصريف تالت من be هتبقى been. 4. has يجي معاها تصريف التالت من see هتبقى seen. يبقى لازم نحفظ التصريف التالت للأفعال. رقم 5، دي مدة، بقول أكثر من 50 سنة، لمدة تبقى فور. 6. في هاف يجي مع تصريف تالت من ليف هتبقى ليفد. 7. فور ما تنفعش هنا، بقى هنقول ايه؟ سينس، منذ، قاعدة سينس قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. رقم 8، ذا لاست تايم ما تجيش مع فور، تيجي مع سينس. لازم نعرف الفرق ما بين since و for. رقم 9، ever بتيجي في السؤال او التفضيل. الصح هنا هنجيب never بمعنى ابدا. رقم 10، a long time ما تاخدش since تاخد for بمعنى لمدة. 11، نفس الكلام، دي مدة، 6 شهور ما تاخدش since تاخد for. for اللي بيجي بعدها المدة. 12، هذه يجي بعد تصريف ثالث من بي تبقى بين. كل الأسئلة بالشكل ده. 13، أدي قاعدة سينس، قبلها مضارع تام، بعدها ماضي بسيط من باي هتبقى بوت. 14، في هنا إيه؟ ده رقم سنة، بداية حدث، ما تاخدش فور هتاخد سينس. 15، هذه يجي بعد تصريف الثالث من هاف هتبقى هاد. 16، طبعا قلنا ايه؟ ايفر اللي بتيجي في السؤال مع المضارع التام مش نيفر. 17، معنى الكلام بيقول ايه؟ وايه ما زال هناك، معنى كده انه ايه؟ هاز جون تو بدل بين، يبقى الاجابه جون. 18، هافن تيجي بعدها التصريف الثالث من جيت هتبقى جوت. 19، المعنى المقصود انه بيقول ايه؟ ان هم عمرهم ما راحوا من المتحف المصري من قبل، بدل ايفر هتبقى نيفر. نعرف الفرق ما بين ايفر ونيفر. ايفر بتيجي في السؤال والتفضيل. رقم 20، دي قاعدة سينس، يجي قبلها مضارع تام وبعدها هنا ماضي بسيط. مضارع تام من هاف يبقى هاف زائد التصريف التالت تبقى هاف هاد. صفحة 212، وديت محادثة نفهمها كويس. حاتم استيلين كريم، بيكلم كريم about حاتمز ويك اند، بيكلمه عن ايه؟ عطل نهاية الاسبوع بتاعته.
تمام. فبيقول له هنا ايه؟ هاي كريم. قال له هاي حاتم. وير هاف يو بين؟ اين كنت؟ طبعا هنا ايه؟ هو راح الريف، يبقى هيقول اي هاف بين تو ذا كونتري، انا ايه ذهبت الى الريف. تمام، ما ينفعش يقول اي مكان تاني. رقم اتنين، سأله سؤال قال له اي ونت تو ذا كونتري وذ ماي فاميلي، يعني ايه ذهبت الى الريف مع اسرتي، وهيقول له مع من ذهبت؟ من للعاقل هو، وانت دي ماضي بسيط، نجيب فعل مساعد ديد ونحول اي الى يو ونعيد وانت لمصدرها تبقى جو في السؤال، يبقى هو ديد يو جو وذ. بعد كده في رقم ثلاثة، سأل سؤال قال له اي ونت تو ذا فيلدز، ذهبت الى الحقول، ميت ماي فريندز، قابلت اصدقائي، اند كولكت سام فروتس، وجمعت بعض الايه الفواكه. بقول له ايه ماذا فعلت هناك؟ ماذا يبقى وات. كلام عن الماضي بردك، نستخدم فعل مساعد ديد، حول اي الى يو، وات ديد يو دو ذير، ماذا فعلت هناك. بعد كده بقول له وين ديد يو ريتيرن، رجعت امتى؟ اي اجابه مناسبه بقى، يسترداي امس، اي اجابه مناسبه. هاف يو ايفر بين تو ذا كونتري، هل انت بقى عمرك ايه رحت الريف؟ هيقول هنا ايه؟ يس اي هاف، اتس وندرفول، انه رائع. السؤال اللي بعده اختياري، واحد A و N not is a place، ده مكان where orphans live، حيث يعيش ايه الايتام، اللي هي دار ايتام orphanage. اتنين، my head aches، يعني رأسي تؤلمني، this means I have a terrible، ده معنى انا عندي ايه فظيع، صداع فظيع، صداع يبقى headache. تلاتة، to get the adjective، للحصول على الصفة من كلمة China، عن الصين، we add the suffix، نضيف اللاحقة حروف تضاف لنهاية الكلمة، to it عشان نخليها صفة هنضيف لها be، E-S-E. أربعة، essential is the note of important، لكلمة مهم، essential برضك ضروري مهم، يبقى ايه الاتنين يساووا بعض، يبقى synonym المرادفة لها. خمسة، نقط means تعني at any time، في أي وقت، يبقى ever. ستة، there is no similarity، مفيش تشابه، between the two cars، ما بين الايه السيارتين، they are both، كلاهما مختلف عن بعضهم، different. صفحة 213، read and complete the text، اقرأ واكمل النص بالكلمات اللي هو مديها لي ديت، هنفهم معناها. قول اصدقائي وانا are talking about our، رقم واحد experiences، نتحدث عن تجاربنا الحياتية. most of us، معظمنا، have played، رقم اتنين، musical instruments، معظمنا عزف على آلات موسيقية، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، only one has، واحد فينا بس هو اللي ايه a horse، حصان، ركب حصان، يبقى ridden. no one has ever، لا احد traveled by plane، مفيش ولا واحد فينا سافر بالطائرة، ده رقم اربعة. السؤال اللي بعده الإجابة جاهزة، نفهم سبب الإجابات. واحد، هنا في it، إذا الجملة منفية، بدل has هتبقى hasn't. رقم اتنين، people ديت إيه؟ ناس، أشخاص، خلاص، جمع، تاخدش has، تاخد have. تلاتة، هنا في إيه؟ yes، يبقى ده إيه؟ إجابة بالإثبات، مينفعش hasn't، هتبقى has بس. رقم أربعة، دي قاعدة سينس، قبلها مضارع تام، بعدها ماضي بسيط، يبقى مضارع تام هنا تبقى إيه؟ have lived. خمسة، في هنا has، يجي معاها تصريف تالت من eat، هتبقى eaten. صفحة 220، واحد، a knot is pieces of wood، يعني قطع من الخشب، put together، توضع مع بعضها، so they can float on water، لكي إيه تطفو على المياه، ده تعريف رافت. رافت بمعنى قارب بدائي أو طوافة. اتنين، a knot is a long narrow boat، قارب طويل ضيق، for one or two people، لشخص أو ايه شخصين، ده تعريف كنو، يعني ايه زورق طويل ضيق. تلاتة، the pictures، الصور، and the sounds، والأصوات، that you think are happening، اللي انت بتعتقد انها تحدث، when you are sleeping، لما بتكون نايم، are cold، هذا يسمى طبعا ايه dream، حلم، تعريف حلم ده.
4 دي جملة اللي يهمنا، the synonym المرادف لكلمة awake يعني مستيقظ، كلمة تساويها sleepless. 5 the antonym المضاد لكلمة local يعني محلي، محلي عكسها عالمي international دولي. 6 when you are awake عندما تكون مستيقظ، you aren't انت ما بتكونش ايه بقى، ما بتكونش نايم asleep. صفحة 221. 7 I was very surprised يعني أنا كنت إيه مندهش، when I saw the present لما شفت الهدية، يبقى أنا I was إيه amazed مندهش. 8 We use sign language بنستخدم لغة الإشارة to make Noha understand عشان نخلو Noha إيه تفهمنا، as she is deaf لأن هي إيه أصم يعني إيه لا تعاني من ايه عدم السمع يعني. المهم كلمة دف يعني أصم means that she can't hear لا يمكنها انها تسمع. 9 the not use sign language يستخدم لغة الإشارة to communicate with others للتواصل مع الآخرين، لسه قايلها اللي هي ايه دف الأصم الأصماء. 10 the huge dog الكلب الايه الضخم نقط me yesterday امس I was terrified أنا كنت إيه خايف مرعوب، يبقى الكلب ده إيه scared me خوفني. 11 he plays the drums يعني هو إيه يعزف على الطبول in many في كثير من concerts اللي هي حفلات. 12 like many young people مثل كثير من إيه الشباب عزة and her brothers عزة وإخواتها really not about the environment بخصوص البيئة يهتمون بالبيئة care about. 13 I couldn't see anything on the road ما قدرش اشوف اي حاجة في الطريق because it was لان الطريق كان ايه فوجي ضبابي غير واضح. 14 life in the الحياة فين is less expensive بتكون ايه ارخص من المدينة، الحياة في الريف countryside. 15 The hotel room حجرة الفندق was very noisy كانت ايه صاخبة جدا so I was not all night لذلك انا كنت ايه طول الليل مستيقظ awake. 16 My friend is hard of نقط he can't hear well لا يمكنه انه يسمع ايه جيدا بطريقة جيدة، يبقى معنى كده انه عنده صعوبة في الايه السمع hearing. 17 to not is to walk انك ايه تمشي or drive behind someone او تسوق ايه سيارة خلف شخص ما يعني follow يتتبع. 18 to not is to become part انك تكون جزء من of a group من مجموعة or club او نادي يعني ينضم الى يبقى join. 19 مرادف كلمة synonym يعني مرادف كلمة true صحيح أو حقيقي correct. 20 to give the opposite العكس من كلمة usual يعني معتاد we add the prefix نضيف لها بديهة ايه في أولها كده on. 21 when something is serious عندما يكون شيء ما خطير that means it's not هذا يعني انه ليس ليس آمن سيف. صفحة 222 رقم 22 care about يهتم بي means to not strongly يبقى to feel strongly يشعر بقوة about someone بخصوص شخص ما أو شيء ما. 23 مستر علاء works at a نقط school في مدرسة ايه for blind children الأطفال المكفوفين مدرسة خاصة special. 24 yesterday I not a terrible night المقصود ان انا ايه قضيت ليلة ايه فظيعة سيئة ابهاد because there was a fire كان في حريق في المصنع اللي بجوار منزلنا. 25 I saw my friend شفت صديقي going not the river بينزل النهر يبقى going down. صفحة 223 ودي الصفحة اللي بالعرض طبعا هنا مديلي ايه شرح وبعدين هنا ايه التطبيق عليه خلاص.
اللي عايز ايه تأكد من اجابته. الاولانية I live in Cairo، اللي بعدها Yes I have. الاجابات واضحة قدامنا، نحل الاول بعدين ايه نشوف الاجابات. هنا نوقف الشاشة ونشوف اجابتنا صح ولا خطأ. ودي المحادثة التانية صفحة 224، نفس ايه القاعدة بتاعت المضارع التام. نحل الاول قبل ما ايه ما نشوف الاجابات ديت، نشوف سبب الاجابة. رقم واحد هنا في عندي اجو تدل على الماضي البسيط، يبقى بلاي هتبقى بلاي ماضي بسيط. اتنين في هنا هاز، يا جماعة تصريف التالت من بي هتبقى بين. صفحة 225 رقم تلاتة، هنا بتقول ايه انا اسمي سلمى اتولدت، لازم تبقى ماضي، يبقى بي ديت هتبقى ووز، ولدت في ايه في سوريا. أربعة إن وسنة ماضية، يبقى دي ماضي بسيط، جيتس هتبقى جوت. خمسة دي قاعدة سينس، قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، تمام. فهنا اي ما تاخدش وير، تمام، تاخد ايه تاخد ووز. ستة لاست ويك تدل على الماضي البسيط، يبقى فيزيتس هتبقى فيزيتد. سبعة في هنا هاف، يجي معاه تصريف تالت من موفينج هتبقى موفد. رقم تمانية دي بقى ايه حسب معنى الجملة، الأول هنا أجو تدل على الماضي، الماضي البسيط، بس ايه ذا هاوس مفعول جت في الأول، يبقى ماضي بسيط مبني للمجهول. المنزل ايه تم طلاؤه، ووز بنتد، مبني المجهول للماضي البسيط. الجملة دي كمان حسب المعنى، داليا إلى القاهرة، هي دلوقتي في أسوان، معنى كده إن إيه يعني ذهبت إلى القاهرة وعادت، يبقى بي هتبقى هاز بين. عشرة أدي وين بعدها ماضي بسيط، فبيجي قبلها هنا ماضي بسيط من الفعل وونت هتبقى وونتد. رقم حداشر هي ما تاخدش هافنت، تاخد هازنت. رقم 12 في عندي هنا ديد، يبقى نعيد الفعل الايه اللي مصدره تبقى رايت. 13 شي ما تاخدش هاف، تاخد ايه هاز. 14 دي قاعدة سنس، قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط، يبقى وين دي هتبقى سنس. 15 يو ما تاخدش هاز، تاخد هاف. 16 دي مدة زمنية ساعتين، يبقى لمدة تبقى فور. 17 في هنا هاف، يجي معاه تصريف تالت من ايت هتبقى ايتن. 18 عندي لاست مانث، الشهر الماضي تدل على الماضي البسيط، يبقى جو هتبقى ويند. 19 الجملة دي زمانها ماضي بسيط، هي فاوند وجدوا. تمور دي غدا مش هتنفع، تبقى يسترداي أمس. رقم 20 في هنا لاست ويك تدل على ايه على الماضي البسيط، يبقى نجيب فعل مساعد للماضي البسيط ديد بدلا من داز. صفحة 226 وديت محادثة، أحمد بيتكلم مع صديقه ايه حاتم أباوت their favorite hobbies، هواياتهم المفضلة. فبقول له هنا ايه how are you حاتم، كيف حالك؟ رد عليه fine thank you. what do you do in your spare time، بتعمل ايه في وقت ايه وقت فراغك؟ مش هقول اي حاجة لان هو ايه بيحب القراءة. هنا يبقى هقول I enjoy reading books، استمتع بقراءة الكتب. راح قال له reading is really useful، القراءة فعلا ايه مفيدة. راح سأله سؤال قال له I like reading scientific books، أحب أقرأ الكتب العلمية. بقول له إيه ما الكتب اللي أنت بتحب تقراها، يبقى what books do you like reading. راح سأله سؤال قال له I usually do sports، أنا إيه عادة أقوم بالرياضة، أمارس رياضة. بقول له إيه طب ماذا عنك أنت بقى، what about you. بعد كده أحمد قال what kind of sport، ما نوع الرياضة do you do اللي أنت بتقوم بيها. هنا ايه بيحب الكاراتيه، بيقول I do كاراتي. فأحمد قال له كاراتي is good، هي لعبة كويسة but dangerous، ولكنها خطيرة. Why don't you play football، لما لا ايه بتلعبش كرة ليه يعني. أقول أي إجابة مناسبة، I don't like it، أنا ما بحبهاش.
السؤال اللي بعده اختياري رقم 1 to not is to become a part of a group or club، انك تكون جزء من مجموعة او نادي، يعني تنضم الى join. 2 a not is a long narrow boat، لسه حلينها، قارب طويل ضيق اللي هو ايه كنو، زورق ايه اللي هو قارب طويل ايه ضيق ده. 3 كوم ان رضا، ادخل يا رضا، عادل ازنت اسليب، عادل مش نايم، هي از ده هو ايه، يبقى هو مستيقظ اويك. 4 وي كودنت درايف ايزلي، ما قدرناش نسوق ايه بسهوله، از ات ووز لانها ايه كان الطريق ايه بقى فوجي، لسه حالين بردك زيها ضبابي. 5 اورديناري اند يوجوال، كلمتين دولت عادي، الاتنين معناهم عادي، دولت ايه سينونيمز مرادفات. 6 ذا بريفكس البادئة اللي تعطي ذا اوبوزيت العكس من كلمة سكسسفول، حط لها ايه في الأول ان عشان تبقى ايه غير ناجح، ان سكسسفول. صفحة 227 read and complete the text، اقرأ واكمل ايه النص، القطعة دي بتقراها كلها الأول قبل ما تحلها. هنا بيقول هنقول معناها بقى، أنا عشت في قرية في جنوب مصر طول حياتي، واحد هنا I have، لأن I تاخد have ما تاخدش has. عمر ما رحت إيه to another. رقم 2 country، ما رحتش لإيه أي بلد تانية. but last year السنة الماضية زرت القاهرة with my uncle، مع عمي ولاد عمي. it was so big، كانت كبيرة يعني إيه مدينة كبيرة ومزدحمة، but it was ولكن إيه ده شيء إيه ثلاثة fun ممتع. We went to، ذهبنا إلى كثير من الإيه المتاحف، because I am very interested in، لأن أنا مهتم بإيه بالتاريخ، يبقى history. السؤال اللي بعده نقول سبب الإجابات. 1 هنا في has، تمام، يجي معاه التصريف التالت، يبقى play هتبقى played. رقم 2 في yesterday تدل على الماضي البسيط، يبقى write هتبقى wrote. رقم 3 في هنا have، يبقى ايه نيفر وين هتبقى الصح ايه نيفر وين هاف، قلنا يا جماعه تصريف التالت. نفس الكلام في 4 في هاف، ويجي تصريف تالت من درينك هتبقى درانك. رقم 5 دي قاعده سنس، في هنا مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، يبقى سنس اللي بتربط ما بين جملتين. وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.